أهلا، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا بألف خير وصحة وعافية. وأنتم بتشوفوا الفيديو اليوم، وصفتنا إن شاء الله رح تكون فتة الدجاج. فرح أحتاج بالبداية لصدور دجاج، هلأ رح ننقعهم شوي بخلطة النقع، بعديها رح نبلش شغل فيهم. خليكم معنا وإن شاء الله إنها تعجبكم الوصفة. أجهز بطنجرة السلق شوية زيت نباتي، شوية هيل، شوية بصل، شوية ورق غار لحتى نسلق الدجاج فيه. رح نبلش أنزل الدجاج. أنا استخدمت 3 صدور الدجاج، بكفينا إن شاء الله لبايركس حجمه وسط تقريبا. تقدروا أنتم تستخدموا الكمية حسب أفراد عائلتكم. بحب أقلب الدجاج مع البهارات والزيت قبل ما احط عليه المي، بس من قلبه تقريبا لكم دقيقه، بعدين ننزل عليه المي. بعد ما قلبناه شوي ننزل عليه المي كمان. ورح اخليها تغلي، اذا بيطلع اي زفر منها او ريم رح نشيله بالمعلقه. رح ننقع رز، طبعا لازم نستخدم رز مصري هاي الوصفة. رح اغسله كتير منيح وانقعه بمي عادية. رح نحضر صوص الفتة. فرح نحتاج لبن وطحينية وطبعا عصير ليمون، حطيت حبة كاملة. وهلأ رح نحط ملح حسب الرغبة، وهلأ رح أحط عليها ثوم كمان حسب الرغبة. هلأ هيك كل المكونات عندي صارت جاهزة، لبن، طحينية، ثوم، وملح حسب الرغبة. طبعا الكميات نظريا، بس أكثر إشي لازم يكون اللبن. حطيت بعد اللبن تقريبا 2 معلقة طحينية وملح والثوم. الثوم حسب انتو بتحبوا طعمه كتير ولا لا، انا ما كترت كتير لانه ما بيحبوا اللي عندي طعمه، ولا انا عادي بحبه. بس تخلطوهم بالخلاط، دوقوا، اذا بدو اي شي تاني بتعدلوا عليه. بس مبدئيا هاي خلطة الفتة. وهلأ بعد الخلط شوفوا القوام تبع اللبن كيف لازم يكون بهذا الشكل. هاي صدور الدجاج عندي بعد ما انسلقت واستوت 100%. بدنا نفتتها، يعني نعملها زي هيك، مش عارفة شو بتسموها اذا كنتم مش فاهمين على الكلمة، لانه مرة قلت هاي الكلمة ما فهمت علي، بس مش عارفة اي دولة. يعني بدنا نعملها بهذا الشكل، على شكل شرائح، وبنرجع لكم دقيقة وخليكم معي ورح تشوفوا النتيجة بس اخلص كل الكمية. وهلأ هيك قطعت الكمية كلها بهذا الشكل. هلأ رح نخليها على جنب مع الخلطة، ورح نبلش نجهز بالرز. الرز اللي احنا نقعناه من قبل هلأ بدنا نطبخه. خليكم معنا لحتى نشوف كيف رح نعمله، بعديها رح نطبق الأكلة. وبضل بس على خطوة واحدة كتير بسيطة، خليكم متابعين معنا لحتى نكملها. وهلأ قطعت خبز، بنقدر نحطه بالفرن نشوي مع شوية زيت، أو بنقدر انه نقليه بالزيت اللي بيريحكم. وهي الخبز بعد ما قليناه حطيته يتصفى. هلا رح نعمل الرز بالطريقه العاديه، زيت وحطيت عليه الرز، حطيت بس عليه زياده شويه بديل مرق الدجاج والملح حسب الرغبه. هلا رح اضيف عليه المي السخنه لحتى تغلي، بوطي الغاز وبخليه على نار هاديه لحتى يستوي. وفي مقلاية على جنب حطيت سمنة مع لوز حتى نقليهم ونحطهم على الوجه. طبعا هاي رح تكون اخر خطوة بس نخلص تطبيق. هلأ رح نبلش بترتيب السمنة. اول اشي نحط الخبز اللي قليناه، بعد ما حطينا طبقة الخبز. في ناس بتسقيه مرق دجاج بس انا ما بحب، بحب يكون في قرشة. بنحط فوقيه الرز اللي احنا جهزناه، بعديها بننزل طبقة منيحة من الدجاج اللي احنا سلقناه مسبقا وقطعناه، وبعديها بنحط عليه خلطة اللبن والطحينية اللي عملناها، واخر اشي بنزينها بالسمنة واللوز. ممكن تحطوا صنوبر
ممكن تحطوا رمان، بزبط بقدونس، في ناس بتحب تحط على الوجه. أنا حطيت بس سمنة ولوز، وحطيت عليها شوية من الخبز المقلي. بصراحة هاي الوصفة جدا جدا شهية وسهلة، وكمان بيحبوها الكبار والصغار قبل الكبار، قد ما هي زاكية وخفيفة على الأكل. بنصحكم تجربوها، وهاي كانت وصفتي لليوم، بتمنى تعجبكم. اليوم أنا ونونا مع بعض بالفيديو، جيت عند النونا وقررنا إنه نجرب شوكولاتة الهبة. احكي لنا عنها يا نونا. هي يعني إيش هيك؟ هي شكلها هسه فريكم كيف هي، هيك شكلها أكيد عرفتوها. تفتحوها هيك تكسروها، بعدين حنفريكم وحتطلع منها إشي كثير زاكي. في منها نكهات، في منها هيك كأنه كنافة، إحنا أخذنا الفول السوداني، كثير زاكي. إن شاء الله تجربوها. هلأ رح نجربها أنا ونونا ونعطيكم رأينا فيها بصراحة، وبس نفتحها كمان رح نفرجيكم إيش في جواها. بس منظرها من برا مبدئيا كتير كتير حلو. اللي ما بعرف نونا، نونا بنت خالتي وإحنا قريبين شوي من بعض، فرح تشوفوها كتير معي بفيديوهات، هي وخالتي بنفس الوقت. إن شاء الله رح نعمل فيديوهات مع بعض ورح يعجبوكم. فهلا اخليكم معنا لحتى شوي ورح نجرب شوكولاتة الهبة. واو، هلا احنا فتحناها للشوكليت، شوفوا شو محشية من جوا. فول سوداني. واو، في منها شكلها يامي يامي. شوفوا افتحيها. يلا هلا لازم نجربها. هسه تغصيه زي هيك. واحد اثنين، هذا الباقي الخمس. واحد اثنين ثلاثة، يلا يلا نجرب. واحد اثنين. وش رايك يا نونا؟ مرة طعمة. بتنصحيهم يجربوها؟ بس احسن تطلبوا البيمول، بيمول فول السوداني، تطلبوا اللي حق الكنافه. طب ليه طلبتي هاي انت مو الثانيه؟ ما لقيت غيرها. مخلصينها. ممكن. حسيت طعمها بشبه اللوتس. المشكله كثير حلو الشوكولاته هيك، يعني تقييمها انا بحكي 6 من 10 حتى انا.